في حركة النهضة. طيب تونس حدثت فيها أزمة مماثلة وانقطعت الكهرباء بالكامل فيها يوم 31 أغسطس، وكان في عنوان يوم 31 أغسطس الماضي، يعني كان في عناوين هتشوفوها هنا، حتى قطاع طرق انتشروا في حي الزهور عند انقطاع الكهرباء ونهبوا أصحاب السيارات. هتلاقوا تانية انقطاع شبكة الكهرباء، الجزائر أنقذت تونس. الجزائر أنقذت تونس، فهنا ده انقطاع أيضا حدث في تونس، وهيوضح لنا الكلام مراسلنا من تونس الأستاذ خالد سليمان. خالد أهلا بيك. أهلا بيك خالد. هو يعني تونس هل شهدت أزمة مماثلة لانقطاع الكهرباء عن كل المحافظات يوم 31 أغسطس الماضي يوم الأحد؟ تقريبا عن كامل تونس حصل انقطاع مفاجئ في الكهرباء، ووطن فني ما زال الآن بيحققوا في أسبابه، يعني الأسباب لحد دلوقتي غير واضحة. وانقطعت الكهرباء ما بين 3 إلى 4 ساعات وما بدأت العودة تدريجيا يعني. بس عن كل المحافظات تقريبا، يعني انقطاع كامل عن تونس بالكامل. تقريبا عن تونس بالكامل، اغلب الولايات الكبرى انقطع عن تونس، عن بنزرت، عن المهديه، عن الساحل، ودي يعني اللي هي تونس الكبرى والحضاريه. طيب والسبب المعلن عطل فني؟ ما زال الى الان هم قالوا سبب فني، لكن ما زالوا يحققوا في اسباب الانقطاع. طيب خالد، هنا كمان يعني عشان نشوف هنا، هل في تونس يربطون بين الازمه التي حدثت في تونس يوم الحد وبعدها في مصر باربع ايام او خمس ايام يوم الخميس؟ هل في محاولات للربط بين الأزمتين ولا هي مختلفة؟ لا، الحقيقة انه بعض اللي لاحظوا المسألة في مصر، لأنه الحقيقة تونس الآن منشغلة بالسؤال الانتخابات التشريعية، فيمكن الرأي العام كل اهتمامه منصب على مسألة الانتخابات التشريعية. انما الناس المهتمين بالشأن العربي بشكل عام طبعا اكيد ربطوا واستغربوا يعني انه ثمة ارتباط شرطي، يعني كان دائما وابدا، يعني حدثت ثوره في تونس، حدثت في مصر، اتسربت امتحانات الثانويه العامه في تونس، اتسربت في مصر، انقطعت الكهرباء في تونس، انقطعت في مصر. فالناس طبعا بدات يعني تستغرب من مساله الارتباط الشرطي دي، ان كل حاجه يحصل يعني ما يماثلها في مصر او في تونس. دائما وابدا المساله ماشيه مع بعضها يعني بشكل يمكن قذري ولكن مثير للدهشه يعني. طيب طبعا هنا يعني المجتمع في تونس تعامله مع الازمه، يعني انا واضح كان في منشطات بانه في حوادث سرقه وفي جريمه صاحبت عمليات انقطاع الكهرباء. الحقيقه مساله حوادث السرقه، انا كنت اتجول في شوارع تونس اثناء انقطاع الكهرباء، ولانه منزلي نفسه انقطع عنه الكهرباء، انا لم الاحظ. ولكن صاحب احد القنوات الخاصه، وهو سياسي كبير ومرشح الان في الانتخابات القادمه، روى وقع حدثت له هو في اشاره مرور ما بين منطقتي برده وحي الزهور، فالحكايه على عهدته الحقيقه، ولكن قال انه حدثت عمليات نوع شكل من اشكال السرقه يعني. طيب خالد، انا عايز انتهز بس وانت موجود معانا، ايضا في هنا مش عارف مؤتمر سيعقد في تونس يوم 19 سبتمبر 2014، والمؤتمر يعني مضمونه كده انه بيشوف طبيعة المرحلة الانتقالية اللي حصلت في مصر وتونس وايه الاخطاء اللي نجمت عنها، والمؤتمر سيدعو بعض الشخصيات المصرية والتونسية. ايه معلوماتك عن هذا المؤتمر؟ والله انا يعني وصلتني بعض المعلومات عن المؤتمر، لكن استغربت من المؤتمر، يعني كان عندي ملاحظات على صيغه الدعوه نفسها، هي تتحدث عن حكومه ائتلافيه، فما فهمتش عن اي حكومه ائتلافيه تتحدث. الان في تونس حكومه تكنوقراط،
ما فيش حكومه ائتلافيه زي ما كانت حكومه الترويكا السابقه، وفي مصر مصر دخلت في مساله اخرى، وتقريبا المرحله الانتقاليه في مصر انتهت او هتنتهي بالانتخابات البرلمانيه. فما فهمتش يعني ايه وجه الضروره لهذا المؤتمر اللي بيتحدث عن اشياء مستقبليه. المؤتمر ده مين هيحضره من الشخصيات المصريه؟ والله من الشخصيات المصريه الحقيقه انا ما يعني بتتسرب اسماء من هنا وهناك، ما احبش لدي بعض الاسماء ولكن ما احبش اقول، لانه بطبيعه الحال هم وجهوا الدعوه لشخصيات الله اعلم هيقبلوا او لا. ولكن هو انا متوقع ان يكون مثلا فيهم الاستاذ ايمن نور، لانه كان حاضر مع توكل كرمان في رمضان زي ما حضرتك عارف، احد المؤتمرات الخاصه بحزب المؤتمر اللي هو بيرأسه شرفيا الرئيس المنصف المرزوقي. الرئيس المنصف المرزوقي نفسه مشارك في في المؤتمر ده، ويشارك او في هو ورشه عمل هي عاملاها يعني مركز دراسات الاستراتيجيه مع مؤسسه فورورد ثينكينج، وهو هيشارك في اعماله. لا ولكن الحقيقه يعني انا لم افهم مساله مناقشه يعني المرحله الانتقاليه في مصر انتهت بانتقالات. هو المؤتمر معمول بمنحه دنماركيه، يعني حسب الورق اللي موجود قدامي، منحه من وزاره الشؤون الخارجيه الدنماركيه. وانا ما اعرفش برضه يعني مره اخرى مسار للتساؤل، يعني ما علاقه الحكومه الدنماركيه وزاره الشؤون الخارجيه فيها بمصر او تونس؟ يعني الله اعلم، يعني تونس طبعا يعني هي اللي هتتكفل بكل الاموال والتكاليف، يعني هكذا تقول الدعوه السياسيه. وبعدين بقول لك كيف يمكن ان نجري يعني مصالحه ما بين الاتجاه الديني والاتجاه العلماني، يعني واضح انه في الهدف تاني هو اعاده ادماج الجماعات التي تتشح زيفا باسم الاسلام السياسي في الحياه السياسيه. الاخوان تحديدا يا استاذ وائل، الاخوان اللي هم يعني بيتحركوا، كيف يمكن اعاده الاخوان للحياه في مصر وخلاص؟ يعني هم دائما ولا يتحدثون عن مصالحه، يعني انا لم اسمع من مصر على حد علمي انه مصر عملت المصالحه لاي حد. ومع ذلك مساله المصالحه دائما مطروحه من اوروبا وامريكا ومحاوله فرض الاخوان الجماعه الارهابيه على المشهد. طيب خالد سليمان مراسلنا من تونس، بتوجه اليك بالشكر. طبعا تلاقوا تونس كل اسبوع اتنين مؤتمر يتعلق بالوضع في مصر، وكل هدفهم هو كيف يمكن اعاده الاخوان الى الحياه السياسيه او الى السلطه باي وسيله. هي مؤتمرات تعقد وتنفض ولا قيمه لها. ليه لا قيمه لها؟ لانه الحقيقه في مصر تحالف شعب مع جيش وشرطه، هذا التحالف الوثيق هو الذي يبني الدولة. أنجزنا دستورا بإرادة شعبية وانتخبنا رئيسا، ولم يتبقى إلا الخطوة الثالثة. وبالتالي هنا عندهم إزاي نعيد إدماج الإخوان في الحياة السياسية، فرافعين شعار إنه إزاي نعمل تلاقي ما بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه العلماني، وبيقول إحنا مضطرين لكده. يعني أفكار